طبعا صندوق الصرف من الازمات والاعانات والعجز والحبس الاحتياطي وعاملين زرع الكبد وكده وطاولات صدانيه. احنا وصلنا في 2015 كان ما يقرب من 2 مليون جنيه، وبرضه في 16 صرفنا 2 مليون جنيه، 17 2 مليون 260 الف جنيه. الصيدليات اكيد انتوا يعني ساعات في 2016 حصل سيول في اسكندريه وكان لابد ان احنا نعوض الصيدليات دي. كان 2015 الصيدليات اللي اتضررت حصل لها ضرر صرفنا تعويضات فقط 75,000. في 2016 570,000 جنيه. عندنا 2017 وصلنا الى 175 و 2018 95,000 جنيه. النقابه بتاعته الامراض مثلا زي امراض سرطانيه والعياذ بالله ربنا يشفينا ويشفيكم. في 2015 كان في صرف ل 590,000 جنيه، ووصولا الى 2017 كان 900,000. الاعانات يعني لو الحاجات ديت لو انت مش يعني عايزين اتفاقيات لمركز المعلومات الدوائيه اكيد حضراتكم عارفينه. ده اخر حاجه كانت تم التوقيع من خلال ثلاث ايام مع محافظه الشرقيه ان النقابه هتدخل مركز معلومات دوائيه في 18 مستشفى سواء اي تامين صحي او مستشفيات صحه بالاتفاق مع وزاره الصحه والتامين الصحي برعايه محافظ الشرقيه. الموضوع ده ممكن يتكلف ما يقرب من 300 400,000 جنيه. عندنا الفائض اللي كان عندنا اول مره نشوف كلمه فائض كان في 2015 وصلنا الى 16,000 16 مليون جنيه، 2016 وصلنا 21 مليون جنيه، 2017 40 مليون جنيه. لو احنا حسبنا ان اجمالي الفائض كله من فائض السيارات في مصر منذ ان تم انشائها لغايه 2015 حققت فائض 52 مليون. في ثلاث سنوات فقط حققت فائض كام؟ 782 78 مليون. يبقى انا 52 مليون جنيه ما قبل 2015، بعد 2015 كانت ثلاث سنوات حققنا 78 مليون جنيه في ثلاث سنوات. احنا صرفنا على الانديه والمقرات صرفنا في 2017 فقط 60 مليون 287,000، 60 مليون 287,000 كانت عبارة عن نادي بورسعيد كان 5 مليون 168,000، نادي السندرين والصيادلة ده كان 20 مليون، نادي الغربية 10 مليون، مقر نادي بني سويف كان 11 مليون، مقر أسيوط 3 مليون و600، مقر دينا 2 مليون و600، الشرقية كانت 3 مليون ونص، المنيا كانت 3 مليون ونص، مقر نقابة صيادلة الفيوم